تكريم آخر تحظى به شبكة الإعلام العراقي تثمينا لدورها في نقل انتصارات قواتنا البطلة، حيث حصدت العديد من الجوائز في حفل أقامه منتدى الإعلاميات. من جديد، شبكة الإعلام العراقي تحظى بتكريم إعلاميها، هذه المرة منتدى الإعلاميات، وبحفل كبير يخصص الصدارة للشبكة من بين المؤسسات الإعلامية لجهودها المبذولة في نقل الصورة الحية لمعارك تحرير الموصل وتقديم أفضل التقارير الأخبارية عنها. كان هناك تضحيات، وأكيد شبكة الإعلام العراقي جسدت هذه التضحيات والعمل الدؤوب، وإحنا نحييهم ونشكرهم على هذا الجهد، بل نفتخر بهذه التجربة الكبيرة العتيدة اللي تميزت بها الشبكة. رابطة الإعلاميات العراقية عندما تقوم بمثل هكذا برنامج، إنما هو تأكيد على دور المجتمعات والمنظمات المدنية في دعم المراسلين وتقوية معنوياتهم وإعطائهم الدور الحقيقي وإبرازهم أمام الرأي العام. التكريم وحصد الجوائز من قبل المنتدى وبقية المؤسسات الحكومية وغير الحكومية عدتها شبكة الإعلام العراقي دافعا معنويا للمضي قدما في مواكبة الأحداث، وخصوصا المتعلقة بتحرير الأراضي من داعش الإرهابي. تكريم منتدى الإعلاميات العراقية لشبكة الإعلام العراقي بجميع مديرياتها وقنواتها هو يزيد ويضيف لمهامها التي أبرزتها في معركة تحرير الموصل، وإن شاء الله نحن نتهيأ لإدارة معركة تحرير تل عفر. أنا جدا سعيدة بمشاركتي بالعمليات الحربية، كان لازم نثبت مشاركة المرأة العراقية بهذه المرحلة المهمة ونخلد أو نوثق مشاركتها. وثقنا من بداية الحرب للعمليات العسكرية للانتهاكات اللي تعرض لها الأهالي في الموصل، النساء اللي تعرضوا لها، ما بعد العمليات الحربية وما حدث، كل هذا كان لازم أن نوثقه. الإعلام الحربي صفة تمكنت شبكة الإعلام العراقي من جعلها سمة لنوافذها بمشاركة كوادرها الإعلامية، وهو ما جعلها محط اهتمام المراقبين والراصدين في منظمات المجتمع المدني ومنها منتدى الإعلاميات. من بغداد، زيد المصطف، العراقية نيوز.